النهاردة في بالنسبة لقانون المحاماة الجديد، كان للأسف الشديد أن في بعض كثير من المحامين يتهيلهم أن التعديلات في قانون المحاماة دي بتشمل موضوع قصة الانتخابات. احنا بنقول لا، احنا لو رجعنا لورا شويه في ايام الدستور لما توضع الدستور كانت لاول مره في تاريخ الدساتير المصريه بتوضع نصوص تحمي المحاماه ومهنه المحاماه، ما حصلتش في تاريخ الدساتير المصريه كلها. فالنهارده هذه الدساتير لابد ان يكون هناك قانون خاص لها. لما يجي التعديل، هو صحيح ان التعديل في بعض المواد اشارت منه، ولكن برضه يعتبر انجاز، لان التعديل بدايه حمل محامي، عمل حصانه للمحامي اساسيه، حفظ حقوق المحامي، ادى كرامه المحامي اللي احنا كنا بنعاني منها. احنا بصفتنا نقباء فرعيين كنا بنعاني من مشكله كبيره جدا، ان المحامي اثناء تاديه عمله بيتعرض لمشكله. ابسط الامور، كان المحامي اثناء تاديه عمله بيكون هو في الاسم مع الموكل بتاعه، يجي الخصم بقى يروح يتقدم بمحضر عشان يتهم المحامي عشان يفركش الدنيا، ينطر بقى المركز او الضابط يتحفظ على الاثنين ويعرض الاثنين على النيابه. ودي كانت بتحصل بنسبه 90% حاصله معانا، خاصه من اخواننا المحامين اللي بيترددوا على الاسام. فالنهارده الحمد لله رب العالمين، حاجه حصلت في الجلسه اثناء الجلسات، يحصل فجاه القاضي لا ادخله القفص تبقى مشكله، حاجه حصلت مشكله في النيابه هات المحامي احبسه لا دخله. ده كل مشاكل بنعاني منها كنبقى فرعيين، لان النقيب الفرعي النهارده هو بقى اللي بيباشر الحياه من واقع العملي، من واقع يعني كانه هو اللي قاعد على الدفه، هو اللي بيعمل ايه اللي بيلبحه. فالنهارده بيصدر قانون زي كده بيحمي كرامه المحامي وتحفظ لما يحصل خطا من المحامي ايا كان، او ما حصلش خطا ويبقى في مذكره تعرض على مسؤول المشاور المحامي العام والرئيس كده حفظ قيمه المحامي. الامر الثاني هو القانون صدر في ميعاد معين، صدر امتى؟ صدر بعد التنقيه، بعد تنقيه الجداول، لان ما كانش ينفع يصدر قانون محاماه في ظل الوضع الحالي ايام ما كانت كل واحد يحمل كارنيه محاماه، ايام ما كان السواق يحمل كارنيه محاماه واللي عامل في المطبخ يحمل كارنيه محاماه واللي ماشي في الطريق يحمل كارنيه محاماه. لا، النهارده المحامي الفعلي، انا بصفتي كنقيب فرعي 90% من المشاكل اللي كانت تعاصرنا في مهنه المحاماه من المحامين الغير مشتغلين. المحامي صاحب الملف لا يصدر مشكله دائما، المحامي صاحب الملف لا يصدر مشكله دائما، وان حصلت يتجاوب معك في الحل بسرعه. انما المحامي اللي ما عندوش ملف اصلا مش خايف عليه، عنده استعداد ياخد 3 أيام واربع ايام عشان المشكله ويقاوم في المشكله. فهذا القانون صدر في ميقات احنا محتاجينه. سيبك بقى مسؤول الانتخابات، مساله الانتخابات هتاخد دوره 4 سنين وتعدي، وياما 4 سنين تعدت وعدت وجا نقيب وراح نقيب وجا مجلس ورجع مجلس. بصوا للقانون اللي بيحمي المحاماه، بصوا القانون اللي بيحافظ على المحامين، بصوا القانون اللي بيخلي قيمه المحامي. النهارده المحامي اللي حامل كارنيه 2019 ده مش كده وبس، انا هقول لحضرتك حاجه، اقسام الشرطه والجهات المعنيه كلها، اي زميل محامي بيطلع كارنيه 2019 بيدوا له التحيه والاحترام. فالنهارده يعني ده توقيت، وان شاء الله الاجتماع اللي دعانا ليه السيد النقيب، احنا متوقع، انا مش عايز اسبق الاحداث، ان في امور جديده هتتحط على النقط الحروف ان شاء الله بالنسبه اللي جاي ايه. وانا بقول يا اخوانا ما تبصوش لموضوع نقابه المحامين مساله، لا، بصوا لنقابه المحامين من اجل مهنه المحاماه ومن اجل كرامه المحاماه.